احنا بنوصل للفلاح ازاي؟ بقدر اوصل لنتيجه معالجه للتربه تصل تتراوح من 80 ل 90%. ده منتج جديد جدا جدا، حاجه فريده من نوعها، مستخلص عضوي من الاخشاب المعمره. بالنسبه لي المزارعين اللي تعاملوا مع كومبوست الشفعي السائل كان ارائهم ايه؟ احنا بنستهدف الفلاح اللي حتى بياخد مننا جركن، يهمنا جدا ان هو ياخد المنتج ويستخدمه بطريقه اللي احنا بنقول له عليها عشان نشوف نتائج منه كويسه. السوق المصري احنا بننزل فيه مش كميه كبيره، يعني احنا كل شغلنا تصدير، حاجات طبيعيه كلها بدون اي تدخل كيماوي فيها. لو اتكلمنا عن تقسيمه المزرعه بقى بالنسبه للخضروات، احنا بنقسم ازاي المزرعه؟ طماطم، خيار، فلفل. كل المنتجات بتاعتنا محليه، انتاج محلي. الشركه بتتميز ان ليها منافذ في معظم المحافظات.